جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك علامات تدل على أن الله تعالى يحب عبده المؤمن؟ أرجو توضيح هذه العلامات وكيف يعرف الإنسان أن الله يحبه، جزاكم الله خيرا. أعظم العلامات على محبة الله للعبد أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا أعظم العلامات، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله جل وعلا، على محبة العبد لله جل وعلا. وكذلك من علامات محبة الله أن تحب ما يحبه الله عز وجل. فإذا كنت تحب الطاعات وتحب الصالحين وأولياء الله فهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.